لا هو الأغذية أو الحميات اللي دابا معروفة يعني في علم التغذية اللي تساعد هذا المريض صراحة أنه ينقص من هذيك كما تنقول ديك النوبات اللي تيجي. صحيح. ألوغ هي أول حاجة هي حمية الكيتو. أشنا هي حمية الكيتو؟ هي واحد الحمية تعتمد بالأساس على دهنيات داكوغ، على بروتينات، وقليلة من ناحية الكربوهيدرات أو الاستهلاك النشويات او الاشياء اللي فيها السكر. داكوغ، دونك انا غير النظام الغذائي العادي او الهرم الغذائي اللي تعتمد مثلا بالخصوص على 4 حصص ديال الكربوهيدرات، يعني خبز، نشويات، رز الى غير ذلك. دونك عند هاد الناس هادو نفضلوا اكثر اننا نعتمدوا على حصص مهمه من ناحيه الدهنيات وكذلك البروتينات، وتكون حصه واحده في اليوم اللي تعتمد على الكربوهيدرات، يعني اما خبز، اما رز، اما كينوا، اما الى غير ذلك، يعني النشويات كما تنعرفوها، او لا اشياء طبيعيه صح. من ناحيه السكر، يعني فيها سكريات كفواكه الى غير ذلك. ولكن الحميه اللي يعني تثبت العلم انه مهمه جدا اللي كما تنقولوا التحكم في هذه النوبات داكوغ، او لا كي تتخفف من تراكم الشحنات الساكنه في هذه البؤرات العصبيه، هي حميه الكيتو داكوغ منذ زمان. دونك اول حاجه خاصة نعرفوا بان هذه حميه الكيتو خاص يستحسن عند هاد الاشخاص تكون يعني مؤثره من طرف الطبيب او المختص في حميه التغذيه، هو اللي تيقدر انه يوازن ليه، وباش لان حتى النقص الحاد ماده السكر داكوغ تقدر تزيد من النوبات، وبالتالي ادخال الشخص هذه الحميه خاص يكون مقنن وبالتدريج، لانها هي حميه قليله من ناحيه السكريات، والجسم تيحول هذيك الطاقه او هذيك الطاقه ملي تيجيبها من الاحماض الكيتونيه. الاحماض الكيتونيه هي ملي تنحلوا هذيك البروتينات او هذيك الدهنيات هي اللي تعطينا الطاقه، على غرار يعني حنايا كنعرفوا بان السكر هو اللي تعطي الطاقه، دونك الجسم تيولي يستمد الطاقه ديالو من هذه الاحماض الكيتونيه. وهي اللي عندها تاثير على هذوك البؤر العصبيه وتتخفف من تراكم الشحنات في هذا البلايص هذو. الوغ دونك كاين كذلك واحد النقطه مهمه جدا في حميه الكيتو. في 2018 تبدات واحد الدراسه بان هذه الحميه جد مهمه في الحاله ديال الصرع، مرض الصرع، ولكن الا كان هذا الشخص ما عندوش توازن في البكتيريا السابقه، حميه الكيتو عندها تاثير كما تنقولوا خفيف على كما تنقولوا العلاج ديال هذا الشخص من النوبات اللي تجي. وبالتالي خاص يكون واحد التوازن بين الحميه تاع الكيتو وكذلك يكون عنده توازن في البكتيريا الصديقه. تمام. يا اما ياخذ بروبيوتيكات، يا اما الغذاء ديالو يكون غني بالبروبيوتيك والبروبيوتيك. البروبيوتيك انت تتكلموا على الالياف الغذائيه داكوغ، اللي تكون في الخضار، في الورقيات الى غير ذلك. وكذلك البروبيوتيك الاشياء اللي تتخمر داكوغ، بحال دابا الخضار المرقده، الثوم، البصل، شي كلهم اللي تيتخمر تيعطينا بروبيوتيكات. كذلك مثلا بعض الانواع تاع الياغورت الغنيه بطبيعه الحال بالبكتيريا الصديقه، او لا بالخميره البلديه، كذلك بعض المخبوزات الغنيه بالخميره البلديه، هذو كلهم بروبيوتيكات اللي مهمين عند هاد الاشخاص، لان خاصه نعرفوا بان الا ما كانش توازن في الميكروبيوت ديالهم او البكتيريا السابقه، تاثير تاع الحميه ما كيكونش جيد جدا. الوغ كاين كذلك كاين بعض المواد اللي جد مهمه لاله خديجه اللي خاصو يعتمدها مريض يعني بهذا المرض هذا، المرض الصرع، خاصو بعض كما تنقولوا الفيتامينات وبعض المعادن اللي ما خاصش يكون نقص فيها. حلاش؟ بحال ماده المنغنيز. ماده المنغنيز جد مهمه لهاد الاشخاص، دوك تلقاوها في السبانخ، تلقاوها في الورقيات، البقوله الى غير ذلك، تلقاوها كذلك في القرعه الحمراء، تلقاوها في الملفوف. دوك هاد الاشياء كلها غنيه بالمنغنيز، والمنغنيز هي واحد الماده مهمه عند هاد الاشخاص داكوغ. كاين كذلك ماده الزنك، ماده الزنك تقدروا تلقاوها في البيض، تقدروا تلقاوها كذلك في الاسماك، تقدروا تلقاوها في بعض البروتينات الحيوانيه بحال اللحوم الى غير ذلك. دوك هادو كلهم مواد جد مهمه لهذا المريض هذا، تيرفعوا من المناعه ديالو، وبالتالي تنخفوا من النوبات اللي تجيه.